لعيب كلاسيك خلاص، احنا مش عايزين السبور. حمدي اهو، حمدي لعيب بيحفظ حفيظ، عارف الناس اللي بتروح الكتاب يعمل توستات مع زيزو، عارف الحوار اللعيب اللي بيروح الكتاب، الانسان اللي بيروح الكتاب اللي هو بيطلع في البرامج ده. اقول لك مين اللي بيروح الكتاب؟ واحد بيطلع في سنه 99 خد البطوله، و92 مين اللي كان في البطوله؟ ودي 91 بجوجل معايا يا حبيبي. اي اي خلاص خلاص يا صاحبي، قصه الطفل اللي مش عارف ايه بقى، خلاص ده كتاب، كتاب زمان ماشي. المهم اللي بيروحوا الكتاب دول بيبقوا زي هو حمدي، زي الستايل ده، هو راجل مهم جدا ولاعيب كويس جدا وكل حاجه، بس هو بيروح الكتاب يعني، عارف انت. انا عارف الحته دي، مش عارف لو لقى حته اصلا يعني، حمدي لو لقى نفسه في نص الملعب مش عارف انا هعمل ايه، انا ايه اللي جابني هنا، انا سبت الخط اللي هناك ده ليه؟ في لعيبه ما بتعرفش تعمل الا الكتاب، لما يلاقي مش لاك قدامه مره واتنين ويعملوا تويستات هو وزيزو، انا بقول لك حمدي هيغلط. وحمدي بيسيب في ظهره فراغات كبيره برضه، نفس القصه بس مش زي الشيبي طبعا، لانه ما بيتقدمش. هم طبعا بيسيبوا حمدي اللي بيشوف الوايد الملعب بالعرض في بيراميدز، لما الشيبي بيطلع هو بيفضل، بس حتى هو فاضل انا بقول لك بيسرح، رغم ان المفروض حمدي قوته اللي هو بيدافع، بس بيسرح وبيتضرب من ظهره. فيقدر زيزو ان شاء الله يلعب وراه، ويقدر مشلاك كمان لما يروح له يقدر يلعب وراه، وان شاء الله الفريق يقدر يجرجر. دي نقطة تانية، انا عايز العب تحت الكرة بكرة، واللي عايز يقول هدف عايز يلعبها.